وعلى فكرة هو احنا في قناة اي تي سي في برنامج مصر جديدة بندعو لو هو يعني يوافق على دعوتنا يجي هنا في مصر جديدة هو والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، ونعمل هنا قاعدة على الهوا ونتكلم في كل حاجة يعني من قلبي يعني. وبقول له علشان لو هو سمع، ولا انا بدور على ترند عشان ما يفتكرش هي هتجيبنا تاني عاوزة بتبحث عن، انا مش عاوزة ترند لا. ومش عايزه حاجه غير عايزه ان محمد فاضل يبقى مبسوط ويبقى عارف ان احنا بنحبه وبنقدر تاريخه وبنقدر فردوس عبد الحميد ونقدر تاريخها، وكان كل هدفنا ان احنا نتناول عمل فني من كل الاوجه، الحاجات الحلوه أكيد. وبعض الحاجات اللي ممكن تكون محل نقد وبس. وافقت؟ أكيد هو واصل له ده كويس.